الأول أقدم شكر جزير ولجمعية إكرام النعمة على مشاركتها في هذا المؤتمر الهام العالمي الذي إن شاء الله تعكس مخرجاته على تطوير كثير من المخرجات العمل في مكة المكرمة، من ضمنها البيئة والمحافظة على المواد الغذائية وتوزيعها بطريقة صحيحة. جمعية إكرام البيئة في الواقع شريك لأمانة العاصمة في كثير من المجالات، وخاصة كيف نستفيد من الفائض من الطعام. مكة المكرمة للأسف الشديد تعتبر المدينة الأولى في الفائض من المواد الغذائية، وبالتالي وجود هذه الجمعية واهتمامها وتوسعها أعتقد له دور كبير، إلى جانب الآن مبادرة معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي حفظه الله في جميع القصور والأفراح والفنادق توقع عقود مع الجمعية في الاستفادة من هذا الفائض، وبالتالي أعتقد أمامنا مجال كبير للتعاون والمشاركة. نشكر القائمين عليها واهتمامهم، إن شاء الله لهم جزاء من الله سبحانه وتعالى. شكرا.